الحمد لله. والله احنا في شيء جمع كان يدعو في العقرب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده
له لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت، وهو حي لا يموت، بيده الخير، وهو على كل شيء قدير. وهو على كل شيء قدير القائل: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، والله بما تعملون خبير. اللهم اجعل في قلوبنا نورا، وفي أسماعنا نورا، وفي أبصارنا نورا، وبين أيدينا نورا. اللهم يسر لنا أمورنا، ووحد صفوفنا، واحقن دماءنا. اللهم إنا نعوذ بك من وسواس الصدر، وشتات الأمر، وشر فتنة ما يلج في الليل وما يلج في النهار، وشر بوائق الدهر. ونشهد أن سيدنا وحبيبنا وقائدنا وشفيعنا محمدا عبد الله ونبيه ورسوله، الصادق الأمين، إمام الأنبياء والمرسلين، وقدوة العلماء العاملين، وقائد المجاهدين، صلى الله عليه وعلى آله الطاهرين المبجلين، وصحابته الغر الميامين المحجلين، ومن تبعهم وجاهد جهادهم إلى يوم الدين. أما بعد، فيقول الله عز وجل في سورة العلق: اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. صدق الله العظيم. أيها المسلمون، أيتها المسلمات، أيها المعلمون، أيتها المعلمات، أيها المربون، أيتها المربيات، أيها الآباء، أيتها الأمهات، يتوجه بعد أيام القلائل ما يقارب 1,200,000 من الطلاب والطالبات، من أبنائنا وبناتنا، ومن أحفادنا وحفيداتنا، فلذات أكبادنا، إنهم يتوجهون إلى مقاعد الدراسة لاستئناف عام دراسي جديد، لينهلوا من العلم المفيد وفي أيديهم وعلى ظهورهم حقائب الغد المختبئ. هذا الغد المجهول، هذا الغد المجهول الذي لا يعلمه إلا الله رب العالمين. ونسأله عز وجل رب الخلائق والأكوان أن يكون هذا العام الدراسي الجديد عام يمن وخير واستقرار وأمن وأمان على طلابنا وطالباتنا. فهل أنتم مستعدون أيها الآباء، أيتها الأمهات، لاستقبال هذا العام الدراسي مع أبنائكم وبناتكم؟ أما أنتم أيها المعلمون، أيتها المعلمات، فإن ثقتنا بكم قوية وكبيرة إن شاء الله، فشمروا سواعد الجد والاجتهاد للعمل المفيد والمثمر، وهيئوا أذهانكم للتحضير، ولا تستخفوا بعقول الطلاب والطالبات. فعليكم أيها المعلمون، أيتها المعلمات، يعول أمر التعليم، فأنتم العمود الفقري للعملية التعليمية والتربوية. هذا ويمكنكم أن تتصرفوا في المنهاج بالطريقة المناسبة المفيدة أثناء الشرح والأداء. أيها المعلم،
أنت قبس من نور، قبس من رسالة الأنبياء والمرسلين، فيك ثورة العظماء وحنكة القيادين، وعليك يتفرج القادة والرؤساء والمسؤولون. لقد أودعناك فلذات أكبادنا، فكن للطلاب والطالبات القدوة الصالحة، فلا تمرن بك ساعة إلا وأنت مغتنم فائدة تفيدها لطلابك. ولا تيأس أيها المعلم من إصلاح الطلاب وتقويمهم مهما عظم الفساد وانفلتت الأمور، وبخاصة في هذه الأيام الحرجة الصعبة العصيبة. أيها الآباء، أيتها الأمهات، يا أولاد أمور الطلاب والطالبات، أما أنتم لا تظنون أنكم معفيون من المسؤولية تجاه أولادكم وبناتكم، فلا يجوز أن تلقوا بالمسؤولية الكاملة على المدرسين والمدرسات وحدهم، بل يجب أن تكون المسؤولية مشتركة، ويجب أن يكون التعاون قائما بين البيت والمدرسة. وعليه يتوجب على الأمهات أن يسألوا أولادهم في الصباح وفي المساء حين الذهاب إلى المدرسة وحين العودة إلى البيت، وتذكروا دائما قول رسولنا الأكرم محمد صلى الله عليه وسلم: ألا كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. وورد في الحديث: والرجل راع على أهل بيته وهو مسؤول عن رعيته، والمرأة راعية في بيت زوجها وولده وهي مسؤولة عنهم. أيها المسلمون، أيها المصلون، أيها الأمهات، أيها الآباء، ونحن إذ نستقبل عاما دراسيا جديدا، ينبغي علينا جميعا تجنب السلبيات التي حصلت في الأعوام السابقة. فمن هذه السلبيات أولا ضعف التعاون بين البيت والمدرسة، وذلك للتقصير الحاصل من الأمهات والآباء، حتى إن بعض الآباء لا يعرفون أبناءهم أين يدرسون وفي أي صف هم. فحين يغيب الطالب أو الطالبة عن المدرسة، فإن إدارة المدرسة تشعر ولي الأمر عن غياب ابنه أو ابنته، فلا يكترث الأب ولا تكترث الأم عن هذا الغياب. وقد حصل فعلا أن بعض الطلاب يغيبون عن مدارسهم ويتسكعون في الشوارع والطرقات، والآباء والأمهات لا يسألون عنهم. وأن الطالبة تخلع الزي المدرسي لتذهب إلى مكان مجهول، نعم إلى مكان مجهول، ونكتفي بالتلميح لا بالتصريح، واللبيب من الإشارة يفهم. أيتها الأمهات، أيها الآباء، أيها الأجداد، أيتها الجدات، من السلبيات التي يجب أن تلافيها أنه حين يعاقب الطالب أو الطالبة من قبل إدارة المدرسة، فإن الأم تأتي إلى المدرسة لا للإصلاح، وإنما تأتي للاحتجاج والتهديد، وترفع صوتها ضد المدرسة بهدف أن تدافع عن ابنها أو ابنتها في الضلال. والسؤال: هل يعاقب الطالب المجتهد؟ وهل يعاقب الطالب المؤدب؟ لا. إذن من الذي يتعرض للعقاب؟ إنه الطالب الكسول، إنه الطالب المؤمن، إنه الطالب غير المؤدب.
والأدهى من ذلك أن ولي الأمر يلجأ إلى الشرطة ضد المدرسة، فماذا هذا يعني؟ إنه يعني أن الأب يشجع ابنه على الهمالة وعلى الكسل وعلى الانحراف وعلى قلة الأدب، ويؤدي ذلك إلى إضعاف شخصية المعلم واهتزازها أمام الطلاب. أيها المصلون، أيتها الأمهات، أيها الآباء، أما المناهج المدرسية فلا تزال مشكلتها في مدينة القدس قائمة غير قاعدة، فقد بدأت منذ عام 1967 حين حاول الاحتلال فرض المنهاج الإسرائيلي الاحتلالي وفشل في ذلك. ولكن ما الذي حصل بعد ذلك؟ حصل أن الاحتلال في هذه الأيام يحاول تطبيق المنهاج الإسرائيلي. نعم أيها المصلون، نحن لا ندافع عن المنهاج الأردني ولا عن المنهاج الفلسطيني، ولكن لا نسمح بمسك المنهاج أو العبث به، ولا يجوز شطب فقرات من كتب التربية الإسلامية أو من كتب التاريخ الإسلامي. ولكن سلطات الاحتلال لم تكتفي بذلك، بل عرضت المنهاج الإسرائيلي كبديل وبشكل اختياري في بادئ الأمر، وقدمت امتيازات مغرية لمن يطبق المنهاج الإسرائيلي. وفي مطلع العام الدراسي الحالي حاولت سلطات الاحتلال فرض المنهاج الإسرائيلي، وبذلك اتبع السلطات المحتلة طريقة التدرج للوصول إلى تطبيق المنهاج الإسرائيلي. ونسأل الآباء والأمهات وأولياء الأمور، أتدرون ماذا يدرس أبناؤكم وبناتكم في المدارس؟ هل تسألونهم؟ أيها المسلمون، أيها المصلون، يا أبناء أرض الإسراء والمعراج، لا بد أن نوضح موقفنا الشرعي من المنهاج الإسرائيلي. أولاً، إن كل شعب في العالم له ديانته وله ثقافته وعاداته وتقاليده الخاصة به، وعليه فمن حق أي شعب أن يسير على المنهاج الدراسي الذي ينسجم مع دينه وثقافته. فعلى سبيل المثال، إن الجاليات اليهودية في أوروبا وأمريكا لها مدارسها وتطبق ما يناسبها من المناهج، لذا فمن حق الشعب الفلسطيني أن يطبق المنهاج الذي يناسبه ويناسب قيمه ومبادئه، وبخاصة أنه صاحب الحق الشرعي في فلسطين. أيها المسلمون، أيها المصلون، يا أبناء أرض الإسراء والمعراج، ثانياً، لا يجوز للمسلم أن يدعو أو يروج لآراء وأفكار تتعارض مع عقيدته ومبادئه. فهل يجوز للطالب أو المعلم أن يقول إن المسجد الأقصى غير موجود في فلسطين كما هو موجود في بعض المناهج الدخيلة؟ وهل يجوز للطالب أو المعلم أن يقول إن أهل فلسطين هم مغتصبون لهذه البلاد؟ وهل يجوز للطالب أو المعلم أن يقول إن القدس عاصمة إسرائيل الأبدية؟ كل ذلك وغيره هو قلب للحقائق ويتعارض مع عقيدتنا وإيماننا. أيها المسلمون، أيها المصلون، يا أبناء أرض الإسراء والمعراج، ثالثا وأخيرا، إن تطبيق المنهاج الإسرائيلي هو
هو بمثابة غسيل لدماغ الأكيان الصاعدة، وبمثابة اجتثاث للإنسان من جذوره ومن قيمه وحضارته. ونحن إذ نعجب ونستهجن ونستغرب من مسلم يوافق على تطبيق المنهاج الإسرائيلي، إنه لم يدرك خطورة ذلك. فليس من السهل إصلاح الجيل الصاعد إذا طبق المنهاج الإسرائيلي. وهناك محاذير أخرى لا تخفى عليكم، لذا يتوجه شرعاً على إدارة المدارس وعلى المعلمين والمعلمات وعلى أولياء أمور الطلاب والطالبات التمسك والاستمرار بالمناهج الحالية كحق شرعي وحق قانوني رغم تحفظنا عليها، إلى أن نضع المناهج التي تعبر تعبيراً حقيقياً عن ثوابتنا وأفكارنا وحضارتنا. جاء في الحديث النبوي الشريف: عينان لا تمستهما النار، عين بكت من خشية الله وعين باتت تحرس في سبيل الله. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. ادعوا الله وأنتم مؤمنون به. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا محمد النبي الأمي الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أيها المصلون، أتناول في هذه الخطبة ثلاثة أمور وبه جائز. الأمر الأول يتعلق بحجاج بيت الله الحرام. لقد بدأت قوافل حجاج بيت الله الحرام بالتوجه إلى الديار الحجازية ويمممين شطر المسجد الحرام، وقبل حبيبنا رسولنا الأكرم محمد صلى الله عليه وسلم. فنقول للحديث: صحبتكم السلامة وعلى بركة الله، ونوصيكم أن توصلوا سلامنا وسلام الأقصى وسلام القدس وسلام فلسطين إلى حبيبنا رسول الله عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم، وأن تقولوا له: إن الأقصى الأسير يستغيث لتخليصه من الاحتلال الرغيم. نذكرك أيها الحاج، نذكرك بفلسطين وبالقدس وبالأقصى أثناء طوافك حول الكعبة وفي سعيك بين الصفا والمروة وفي وقوفك على جبل عرفة. لعل الله أن يستجيب منك. وكن أيها الحاج سفيرا أمينا لفلسطين وللقدس وللأقصى. أيها المصلون،
يا أبناء أرض الإسراء والمعراج. الأمر الثاني حول الأيام العشر الأوائل من شهر ذي الحجة، بعد أيام قلائل تدخل الأيام العشر الأوائل من شهر ذي الحجة، وأن العبادة فيها لها ثواب عظيم وفضل كبير لقول رسولنا الأكرم محمد صلى الله عليه وسلم: ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه الأيام العشرة. فاحرصوا أيها المصلون على استثمار هذه الأيام بالصلاة وبصيام النوافل وبالتصدق على الفقراء والمحتاجين. وهذا خطاب للمقيمين غير الحجيج. أيها المصلون، يا أبناء أرض الإسراء والمعراج، الأمر الثالث والأخير يتعلق بذكرى حريق المسجد الأقصى المبارك الذي وقع يوم الخميس في 21/8/1969، حيث تصادف الذكرى 48 للحريق المشؤوم بعد أيام قلائل. ولكن لا تزال الحرائق متلاحقة بهذا الأقصى المبارك وبصور متعددة من هذه التجاوزات والحرائق، الاقتحامات العنصرية من قبل الجماعات والأحزاب اليهودية المتطرفة، وكذلك من الحفريات التي تهدد أساسات المسجد القبلي الأمامي من الأقصى المبارك، بالإضافة إلى التصريحات المحمومة العنصرية قبل الأيام السابقة من وزراء إسرائيليين يدعون فيها بأن السيادة على الأقصى لهم. أيها المصلون، يا أبناء أرض الإسراء والمعراج، لقد كان الاحتلال الظالم يخطط لفرض واقع جديد في المسجد الأقصى المبارك، وذلك خلال الشهر الماضي. ولكن الاحتلال قد فوجئ بواقع جديد آخر لا يروح له، هو ثبات المقدسيين وصمودهم وتكاتفهم وتعلقهم بالمسجد الأقصى المبارك الذي يمثل جزءا من إيمانهم وعقيدتهم. إن الاحتلال لم يكن ليدرك مدى أهمية الأقصى بالنسبة للمسلمين، ولكن الهمة الإيمانية التي اشتعل نورها ما بين 14/7 وحتى 27/7/2017 جعلت الاحتلال يدرك أهمية الأقصى بالنسبة للمسلمين، فاضطر للتراجع عن مخططاته العدوانية العنصرية. وقد أظهر الاحتلال فشله بسبب تخبطه وتجاوزه للخط الأحمر. نعم أيها المصلون، لقد حققتم نصرا، ولكنه نصر مرحلي جزئي، لأن التراكمات والتجاوزات الاحتلالية السابقة لحق الأقصى لا تزال رواسبها قائمة، فلا بد من معالجتها عاجلا أو آجلا. ثم إن الاحتلال يقوم الآن باستفزازات متعمدة بحق المقدسيين وبحق إخوتنا في مناطق 48 بدافع
بتغطية فشله، كما أنه يحاول التدخل في إدارة الوقف الإسلامي، وبخاصة فيما يتعلق بتعيين حراس المسجد الأقصى. إلا أن أهل فلسطين هم جميعاً مرابطون ويرفضون أي إجراء احتلالي فهو باطل. وأخيراً، تحية ساقطة وحارة نزكيها باسم المرجعيات الدينية، نزكيها من على منبر المسجد الأقصى المبارك إلى المقدسيين وإلى إخوتنا في إخوتنا في مناطق 48 الذين هبوا هبة إيمانية واحدة لنصرة الأقصى، وبخاصة في الفترة من 14/7 وحتى 27/7/2017، حتى أعادوا السيادة الإسلامية للمسجد الأقصى المبارك مكبرين مهللين، وردوا كيد المعتدين المتنفسين. ولا يسعنا إلا أن نقول حماك الله يا أقصى طول أمين. أيها المصلون، الساعة ساعة استجابة، فأنزلوا من بعدي. اللهم انصر الإسلام والمسلمين، وأعلي بفضل كلمة الحق والدين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات. اللهم آمنا في أوطاننا، وفرج الكرب عنا. اللهم احمي المسجد الأقصى من كل سوء. اللهم أيها من يوحد المسلمين ويحلو حل وصلاح الدين. اللهم ارحم شهداءنا وشاف جرحانا وأطلق سراح عصرانا. اللهم إنا نسألك توبة نصوحة، توبة قبل الممات، وراحة عند الممات، ورحمة ومغفرة بعد الممات. وأقم الصلاة، إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون. غير المغضوب عليهم
السلام عليكم ورحمة الله.